إن فقد قدمه فما تزال هناك أخرى يستطيع الوقوف بها، وبدائل تمكنه من السير إلى جبهات المعركة والقتال فيها. هكذا هو الإنسان في مأرب، لا إعاقة يمكنها التغلب عليه، خاصة وهو يواجه عدوا يريد سلب بلده منه كما سلبه من قبل إحدى قدميه. يروي حسين حميطة قصته من إحدى جبهات القتال المنضم إليها. يقول إن الحوثيين ألقوا القبض عليه عندما كان في إحدى مزارع قريته بصحبة إبله بعد إطلاق النار عليه، ثم اقتادوه إلى صعدة، وهناك تدهورت حالته الصحية وجراحه، ما أدى لبتر قدمه قبل إطلاق سراحه. عاد بعدها حسين لينضم لصفوف مقاومة مأرب، ومنذ ذلك الحين يخوض القتال معهم حتى اللحظة. حسين لم تقصرها عاقته من مشاركته في حربنا ضد الحوثي، بل شارك في الحرب ضد الحوثي من 2014 في مجزر، في الجوف، في ماس. رجل نعم الرجل، معنويات عنده لا توصل. بعيدا عن أجواء المعارك العنيفة والمستمرة، قادنا حسين نحو بيته، وفي الطريق إليها أرانا منزل شقيقه الذي فجره الحوثيون في مأساة أخرى عايشها حسين بكل تفاصيلها المؤلمة. فهو لم يفقد قدمه فقط، بل وشقيقه أيضا. فعقب ما قطع رجلي رجعت إلى البيت هنا، وقع الحرب، شاركنا في الحرب، وعندما سيطر عليه حسين أصحاب اللي عبد الله صالح، ففجروا البيت، يعني شلوا اللي فيه، فلا شلوا اللي فيه وجهوا يفجروا، وفجروا البيت أخي حسين منصور. لا، هذا بيتي وبيت أخي تحت. نعم، واستشهد أخي عند البيت هناك، وعلى الأسرة حقه وأسرة أخي الثاني يحيى منصور. يعلم المقاتل جيدا أنه لا خسارة تساوي تلك المتعلقة بخسارة الأرض، وفي الخطوط الأمامية لا مكان للإعاقات، فهناك يموت الشعور بالعجز، ولا شيء يمكنه الوقوف في طريقه حتى وإن كان فاقدا لأحد أعضائه المهمة. وقدم هاميد